بسم الله الرحمن الرحيم. بهالفيديو راح نتعرف على البت سويتش، انواع البت سويتش، السيتنج مالت البت سويتش. ننقل على البت سويتش، نحدد له مكان بالشاشه، نسند له عنوان، نختار له نوع. الانواع اللي يدعمها هي الاون، الاوف، مومنتري، الالترناتيف. بحالة اختيارنا للاون راح يتصرف السويتش كما لو كان سيت انستركشن، بحالة اختيارنا للاوف يتصرف كما لو كان ريسيت، بحالة اختيارنا للمومنتري يتصرف كما لو كان نورمالي اوبن بوش بوتوم سويتش، وبحالة اختيارنا للالترناتيف يتصرف كما لو كان سلكتر سويتش. بعد هاي النقطة اكو نقطة بس بعدين نرجع لها اللي هي يوز لامب كونديشن. نروح للديسبلاي. الديسبلاي ممكن نختار صور من اللايبراري او من مكان اخر. طالما هو بت فممكن نسند له صورتين، صوره لحاله الاون وصوره لحاله الاوف. ايضا الصور اللي نسندها لها ممكن ناخذها من اللمب، ممكن ناخذها من السويتش، ممكن ناخذها من البارت، ممكن ناخذها من الايمج. ايضا السويتشات عندنا انواع، او تصنف السويتشات الى بوتوم وسبيشال سويتشز والرو وتوغل سويتشز وروتري وسلايد وكي. اي نوع انت اللي تختار. هسه اختاريت انا سويتش من فئه توغل سويتش، راح اختاره هذا الاوف. اوكي، اون تو اوف، ارجع ف اريد هسه الاون. الاون شنو اللون اللي اريده؟ مثلا اصفر. هسه صارت عندي صورتين، هذا السويتش ممكن اخليه، اسف، ذاك هنا أنا. بس هذا السويتش اريد الوضعيه مالته هيجي حتى تبين الصورتين مال اون اوف. السويتش هذا ممكن اضيف له تكست من هنا لحاله الاون وحاله الاوف. بعد بمواصفات ديتيلز ممكن تفعل السكيورتي بحيث هذا السويتش من ينداس ما ينفذ الامر مالته الا ما بعد تدخل الباسورد. بعد اكو اكشن كونديشن بانه هذا السويتش ما يتفعل الا تتحقق يتحقق شرط بحالة اون او اوف او مجموعة من الشروط. هذه ناخذها نجيلها في المحاضرات القادمة ان شاء الله. خلينا نرجع للسويتش مالتنا، خلينا نروح نسوي سيميليشن. هسه بالمناسبه انا راح انسى التشيكينج مال هذا وبعدين ارجع له. احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا هو السويتش من نوع سلكتر. شو يرجع؟ المفروض هو يبقى. اوكي، خلينا نرجع. شوفوا هو سلكتر، فراح افعل هاي حتى السويتش مو بس يشتغل كسويتش وانما ايضا يشتغل كما لو كان لامب. نعيد السيميليشن. وخرنا ايدنا رجع. هنا انا ضفت اربع سويتشات. هاي الاربع سويتشات اعطيتها نفس العنوان او تشتغل على نفس العنوان. السويتشات هي السويتش الاول اون تايب بت سويتش، اوف تايب بت سويتش، مومنتري تايب بت سويتش، والترناتيف. خلينا نشوف من نضغط على اون. ضغطنا خلاص صار اون، يعني تصرف كما لو كان هو اعاز من نوع سيت. خلينا نضغط على الاوف نشوف انطفى. خلينا نضغط على المومنتري، هسه لا زال الماوس ضاغط، مجرد اوخر ايدي عن الماوس رجع، فجاي يتصرف كما لو كان نورمالي اوبن بوش بوتوم. راح نروح
وخرنا ايدنا خلاص هو اون، رجعنا دسنا صار اوف، يعني جاي يتصرف كلام كما لو كان سلكتر سويتش. هذا هو البت سويتش، وان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نستخدمه بمثال تطبيقي. وشكرا جزيلا ورحمة الله والديكم.